إن كان أحد أفراد العائلة بحاجة إلى رعاية صحية، أو أشخاص مسنين بحاجة إلى رعاية خاصة، أو كانت هناك حالة طبية طارئة، فإن الأطباء بحاجة إلى معرفة التاريخ الصحي الكامل للمرضى ليتمكنوا من اتخاذ قرارات طبية بسرعة ودقة. من هنا تأتي أهمية منصة نابض في جمع معلوماتك الصحية لتصبح في متناول يديك، مما يساعدك على التحكم في صحتك ورعايتك. أطلقت هيئة الصحة بدبي منصة نابض، وهي منصة لتبادل المعلومات الصحية تمكن المرضى والأطباء من مشاركة هذه المعلومات بسهولة وأمان. وتعمل منصة نابض على توحيد المعلومات الصحية المتوفرة عبر المرافق الصحية العامة والخاصة في دبي، مما يتيح للأطباء القدرة على الوصول إلى تاريخك الصحي بسهولة ويسر. بمجرد دخولك إلى منشأة طبية بحثاً عن الرعاية، يمكن لفريق الرعاية الصحية الخاص بك الوصول بسهولة إلى معلوماتك الصحية وعرضها إلكترونياً من خلال المنصة. كما تساعدك منصة نابض على إدارة الرعاية الصحية لعائلتك بسهولة تحت حساب واحد. ولأن معلوماتك الصحية يتم تخزينها في سجل موحد، يمكنك التنقل بسهولة عبر المرافق الطبية المختلفة في دبي دون الحاجة إلى تكرار الفحوصات المخبرية أو العمليات الجراحية. كأطباء ومن خلال بوابة مقدمي الرعاية الصحية في منصة نابض، يمكنكم الوصول إلى التاريخ الطبي الشامل لمرضاكم من مكان واحد، مما يساعدكم على تقديم أفضل رعاية صحية لمرضاكم وتحقيق تطلعاتكم نحو مستقبل طبي متميز. كما يمكنكم من خلال ميزة الرسائل في منصة نابض من التواصل والتعاون مع أطباء آخرين لتحقيق أفضل النتائج لمرضاكم. مع إطلاقها لمنصة نابض، تواصل هيئة الصحة بدبي رحلتها في التحول الرقمي نحو مستقبل مشرق لقطاع الرعاية الصحية في دبي. كما تلتزم منصة نابض بالمعايير الدولية وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال الرعاية الصحية، مما يضمن للمرضى والأطباء الوصول إلى منصة إلكترونية آمنة وموثوقة. تساعدك منصة نابض في الارتقاء بتجربة مرضاك. انضم إلى مستقبل الرعاية الصحية، انضم إلى منصة نابض اليوم. نابض، توحيد الرعاية الصحية في دبي.